السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. تربية الملكات من أهم المواضيع على الإطلاق في تربية النحل، فهو الأساس وهو الركيزة الأولى لانطلاق النحل، وهو الركيزة الأولى لزيادة إنتاج العسل وأي منتجات أخرى داخل الخلية. لكن سؤال قمت بطرحه: الغذاء المزدوج هل يزيد من قوة وجودة ملكة النحل؟ الغذاء المزدوج عندما نقوم بإضافته داخل العين السداسية ليرقة التي نستهدف منها تربية الملكات، هل نستطيع بهذا الغذاء أن نحصل على ملكة حجمها كبير وتزيد من إنتاجها، لأن فروع المبايض أكثر؟ الموضوع مهم ويتطرق إليه بعناية. للأستاذ الفاضل الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أستاذنا المهندس عبد الرحيم. شوف أخي عبد الرحيم، يعني بالنسبة للتطعيم المزدوج أنا عملت تقريبا على هذا الموضوع من قبل 15 سنة، ولكن يعني ما لاحظت أي فرق ما بين الملكات اللي من طعمها مباشرة أو من ربيها مباشرة، أو بين وبين الملكات اللي أنا عملت لها تطعيم مزدوج. وهذا طبعا يؤكد كلام الأستاذ أبو عرب بأنه الكمية ليس لها تأثير على جودة الملكة أو زيادة الكمية، خلينا نكون أدق، زيادة الكمية ليس لها تأثير على جودة الملكة، ولكن نقص الكمية لها تأثير على جودة الملكة مستقبلا. فلو كانت الموضوع بالكمية، إذا ممكن أنه النحال يجيب غذاء ملكي مباشرة ويعبي الكأس الملكي، حط فيه مثلا نصف جرام من الغذاء الملكي ويطعم عليه. لكن الموضوع مش موضوع الكمية، الموضوع موضوع النوعية، لأنه يعني كل ساعة من ساعات عمر الملكي يتغير، واليرق خلينا نقول يتغير الغذاء، وهذا الغذاء طبعا يتغير من إفراز غدة إلى غدة أخرى. فالغذاء الملكي المخصص للملكات هو يكون بأغلبيته تقريبا ثلث أو ثلثين من الغدة الفكية وثلث من الغدة التحت برعومية. فهذه النوعية أو هذه مكان إفراز هذه الغذاء هو الذي يحدد طبيعة الملكة ومواصفاتها مستقبلا، لأنه كل غدة تفرز غذاء ملكي له مواصفات معينة وتركيبة تختلف عن الغدة الأخرى. فهذا اللي بيميز هذه الملكات، وهذا اللي بيعطيها خلينا نقول جهاز تناسلي قوي ومناعة قوية. وهذه طبعا المناعة والقوة هذه هي التي ستورثها هذه الملكة للأجيال القادمة أو لأبنائها بالمستقبل. الملكة المميزة أو الحصول على ملكات مميزة في إن عدة عوامل أو عدة أسباب أو عدة طرق للحصول على ملكات مميزة. العامل الأول والمهم الأول هو بدنا نحكي عن أصل هذه الملكة، وبدنا نحكي هنا عن الأصل وليس عن السلالة، لأن السلالات في الوطن العربي غالبا ما تكون هجائن، وهذه الهجائن ربما تكون في بعض الأوقات أفضل من السلالة الأصلية النقية. فلكل سلالة مواصفاتها، لكن بما أنه إحنا ما في عندنا مناطق معزولة
نربي فيها سلالات مؤصلة، فإحنا بدنا نحكي عن الهجائن وكيف بدنا نستفيد من هذه الهجائن. فإحنا بده يكون عندنا في المنحل مثلا، نفترض أنه في عندنا 50 خلية، في عندنا بده يكون في هذه 50 خلية ما يقارب، بدنا نختار مثلا 4 أو 5 خلايا، هذه بدنا نعتمدها كأمهات، كأمهات للذكور وكأمهات للملكات العذارة. فهذه الخلايا بده يكون في إلها مواصفات من حيث الهدوء ومن حيث جمع العسل وبناء الشمع والسلوك الصحي والنشاط في وضع البيض. كل هذه الأمور بدنا تكون هذه الخلايا الخمسة مثلا موجودة عندنا، بدها تكون هي إلها الأفضلية. الأمر الآخر اللي هو العمر اليرقي، فمش معقول يعني انه ناخذ يرقة تغذت على غذاء ملكي على غذاء ملكي او على غذاء ملكي لمدة 2 يوم، وهذا الغذاء الملكي كان مخصص للشغالات ما كان مخصص للملكات. فمعنى ذلك انه هذه العمر اليرقي هذا او الغذاء الملكي المقدم دائما للملكات بيكون عمره يعني 5 ايام. فإذا الملكة عندنا أو يرقة تغذت على الغذاء الخاص للشغالات لمدة 1 يوم، معنى ذلك أنه 20% من حياتها هذه اتغذت من حياتها من عمرها اليرقي تغذت على غذاء للشغالات. فلذلك دائما نقول أنه العمر اليرقي كلما كان أصغر كلما كان أفضل، يعني اللي بيقدر يطعم على من يرقات عمرها ساعات، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات، يعني بظل الأمور مقبولة لحد 18 ساعة برضو الأمور يعني نقول مقبولة. لكن العمر اللي كلما كان أصغر كلما كان هذا أفضل. هذا بالنسبة للعمر اليرقي. عندنا عامل مهم آخر وهو الظروف اللي بيتم فيها نقل اليرقات. يعني مش معقول أنا إني أوقف الشمس أو في أجواء باردة أو في أجواء فيها رياح جافة رياح باردة إلى آخره وأبدأ بالتطعيم، لأنه هذه اليرقة اللي عمرها لا يتجاوز 10 ساعات هي بتكون عن جسم هلامي رخو رقيق لا يتحمل برد ولا يتحمل حرارة ولا يتحمل جفاف. لذلك بدنا نهيئ ظروف معينة إن ننقل فيها هذه اليرقات، بحيث إنه يعني إما إذا كنت مثلا في المرحل ومع سيارة ممكن إني أسكر باب السيارة والشبابيك ورطب أجواء السيارة من الداخل، أرفع فيها درجة الرطوبة بحيث إنه أكون مثلا برش الماء في كل أجزاء السيارة، ما في تيارات هوائية ما في شيء، لأنه إذا تعرضت هذه اليرقة أثناء عملية النقل إلى درجة حرارة منخفضة ولو لمدة دقائق أو درجة أو جفاف أو تيار هوائي جاف لمدة ما بدنا نقول دقائق، نصف دقيقة، جزء من الدقيقة، راح تتأثر هذه الملكات مستقبلا. يعني لو أخذناها اللي هو بالناحية عمر وقارنا عمر الإنسان بعمر اليرقة الصغيرة هذه، بيطلع وكأنه هذا الإنسان أخذ 1 يوم كامل من البرد مقارنة بالنسبة لليرقات اللي عمرها مثلا 5 سنين بالإنسان اللي قد يصل عمره إلى 60 و70 سنة. فكل دقيقة في لها حساباتها أثناء التطعيم. ما في لا يجب أن لا يكون هناك أي تيار هوائي أو ارتفاع يتجاوز 35 درجة مئوية أو انخفاض يقل عن 30 درجة مئوية. فأنا بدي أشتغل بما يقارب 30-32 درجة مئوية في جو من الرطوبة بدي يكون أكثر من 75%، لأنه اليرقات هذه بتكون موجودة في داخل العين السداسية في الخلية، والعين السداسية هذه تكون درجة الرطوبة فيها تزيد عن 90% حتى لا يحدث عندها جفاف. أقل جفاف ممكن أنه يقتل هذه اليرقات.
وبعد الانتهاء من عملية التطعيم وأثناء عملية نقل هذه الإطارات الحامل الكؤوس الملكية لازم تغطى بشكل جيد، يعني نحط عليها مثلا في كيس نايلون، وفوق كيس النايلون هذا بده يكون عندنا قطعة قماش تحميها وتحافظ على درجة حرارتها وتحافظ على رطوبتها حتى نوصلها للخلية الميتمة والمعدة لاستقبال هذه اليرقات. وهذه الخلية المعدة اللي نسميها الخلية الميتمة يجب أن يكون فيها كثافة نحلية عالية جدا، وكذلك الأمر بده يكون فيها أن النحل حاضن يتجاوز 50%. كل ما كان فيها النحل حاضن أكثر كل ما كانت أفضل. فإذا كان في عندنا نسبة النحل الحاضن في هذه الخلايا مثلا 70% بيكون أفضل، لأن هذا النحل هو المكلف بتغذية هذه اليرقات وهو المكلف بضبط درجة الحرارة والرطوبة في داخل الخلية. بالنسبة لكمية الغذاء الملكي تحدثنا عن النوعية والآن نتحدث عن الكمية. كمية الغذاء الملكي الكافي لليرقة الواحدة أو للملك الواحدة من خلال تجربتنا بالتطعيم وإنتاج الغذاء الملكي وجدنا أنه إذا كان الكأس الملكي من البلاستيك هذا بيجي مصنع جاهز ممتلئ على الآخر، يعني بيعمل ما يقارب نصف جرام، وإذا كان هذا الكأس يحتوي على نصف جرام تخرج الملكة العذراء منه ولازال في الكأس الملكي بقايا من الغذاء الملكي. يعني لو عملنا نسبة تقاربية من نلاقي أنه يمكن أن الغذاء الملكي الكافي لهذه الملكات هو 0.4 جرام، يعني مش لا تحتاج إلى نصف جرام. فلماذا أقوم بعملية تطعيم مزدوج ويكون في عندي صار في البيت الملكي ما يقارب الجرام؟ يعني هذا بيكون يعني تعب زيادة ولن يؤثر على نوعية على جودة الملكة مستقبلا. نعود ونكرر أنه ما يؤثر على جودة الملكة هي نوعية الغذاء الملكي. الأصل الملكي هذه من أي خلايا إحنا تم إنتاجها، الظروف المحيطة في عملية التطعيم والنقل وكل هذه الأمور، والأمر الآخر يعني اللي بنعطيه أقل أهمية اللي هو كمية الغذاء الملكي. الزيادة ستبقى في الكأس الملكي ولكن النقصان يؤدي إلى أنه يكون في نقص في تغذية هذه الملكة وربما يؤثر عليها سلبا مستقبلا. فالغذاء الملكي يجب أن يكون بما يتناسب ما تستطيع الملكة أن تتغذى عليه، ما بدنا أكثر من هيك ولا بدنا يعني نحمل أنفسنا جهد أكبر من طاقتنا، لأن عملية التطعيم يعني عملية مش سهلة، وزي ما حكينا يعني بدها إعدادات وبدها ظروف كثيرة مش كل وقت إحنا بنقدر نوفرها. تحياتي لك وتحياتي للجميع.